هل سبق لك أن رأيت موقد حطب بلهب أكبر من لهب موقد الغاز؟ إنها تعتمد تصميم منفذين للإضافة وإضافة حطب كبير من الأمام وإضافة حطب صغير من الأعلى، ويمكنك إضافة الوقود في أي وقت أثناء الاستخدام، وهي مريحة للغاية، وتستخدم بنك طاقة متنقل لتشغيل المنفاخ، ويمكنك أيضا استخدام مقبس طاقة منازلي. يجب أن يبدأ موقد الحطب العادي من الأسفل، ولكن يمكن إشعال موقد الحطب هذا مباشرة من الأعلى باستخدام بعض المناشف الورقية ورقائق الخشب الجافة لإشعاله، وهو أسرع بكثير من موقد الحطب العادي. ثم أضبط المنفاخ على أقصى سرعة له، وسيصبح اللهب قريبا عنيفا جدا، ويمكن ضبط حجم النار بواسطة المنفاخ، لذا فهو مناسب لطرق الطهي المختلفة. هل تحب هذا التصميم؟